في اتفاقيات دولية، في اتفاقيات سايتس دي خاصة بالحياة البرية، دي اللي بتحكم حركة الحيوانات البرية ما بين الدول. موضوع الاستيراد يعني ليه شروط معينة، ممكن نعمل عملية تبادل مع حدائق حيوان أخرى في العالم، وممكن احنا نشتري منهم أو هم يشتروا مننا. في الوقت الحالي مفيش ميزانيات متوفرة ان احنا نقدر نوفر الاستخدام حيوانات جديدة بالنسبة للحديقة، عشان كده احنا بنعتمد على عملية الإكثار بقدر الإمكان، عملية التوالد، عملية التزاوج ما بين الحيوانات وبعضها لإنتاج أجيال جديدة لتعويض قلة الإمكانيات للاستيراد من الخارج. هو طبعا يعني الانتقادات ديت يعني تعتبر محل اعتبار بالنسبة لنا، لكن في نفس الوقت الواقع هو اللي بيجاوب. نشوف حالة الحيوانات والرعاية الصحية، وعند سجلات بتقول الكلام ده كله الحمد لله. نسبة النفوق عندي الحمد لله تعتبر في المعدل الطبيعي عالميا. الحالة الصحية للحيوانات بشكل عام جيدة جدا يعني، ممكن ان احنا من خلال المشاهدة العملية نثبت الكلام ده.